رسول الله الكريم. عندنا اليوم رانا 15 فيفري 2021 ان شاء الله. هذه شجرة تاع صفرجل، تاع صفرجل. رانا رايحين نطعموها على تفاح، رايحين نطعموها على تفاح. الطريقة راح تكون بالقلم اللحائي. رانا في فيفري وراه فيها العصارة تمشي، راح نقوموا بالبري تاع القلم. هذا القلم تاع التفاح، نجيبوا القلم كيما هاك. عندنا الاقلام تاع التفاح هاهم، مين جبناهم من الشجره مباشره، كيما هذا ولا كيما هذا. نقصوه، نقوموا بالبري تاعو كيما. الشطفه هذه تكون طويله هكا، ومنا شطفه قصيره. نجو الاصل اللان، مستطعين حاولوا نفتحه بشوية. هاك بعد ما نفتحه نديرو التركيب تاعو. صور لهم من الجهة هذه اللي منا كذا يركب هاك. كاين واحد الملاحظة صغيرة لهنايا في الجنب تاع الغرم، من الأحسن اللي هذا نحوه في الجنب من الجهة، يساعد على الالتحام. طبقة الكمبيون مع الكمبيون هاك يساعد على الالتحام، يكون كيما راكم تشوفوا كيما هكذا. نقوموا بالربط تاعو جيدا. بسم الله، بوز درو عليه شحال باقي باك. هكذا الربط تاعو، نقوموا بالربط تاعو. السفر جل والتفاح والإيجاس، هذو من التفاحيات، هذو عندنا من التفاحيات، نقدروا نطعمهم على بعضهم البعض. ومن الأحسن يكون دائما الأصل هو صفرجل، الجذع يكون صفرجل، والطعم يكون إما إيجاس أو يكون إما بعويد كما نقول هنا، ولا تفاح هكذا. ونديروا له هذا تاع باش نحافظوا له الرطوبة تاعو، هذا خاص بالطبخ، بابي فيلم هذا خاص بالطبخ، نغطوا به الطعم خاص بالطبخ. المعذرة هذا هكذا. ولا هنايا نقومو نديرو له شوية تاع الماستيك. عندنا الماستيك هذا ها هو لهنايا، ماستيك هذا برودوي، نديرو له شوية تاع الماستيك. صور لهم الماستيك، واري وشوف الماستيك. نديرو القلم ونديرو لهنايا في البلاصة هذه تاع التطعيم، أيوا بالطريقة هذه. كل ينجح إن شاء الله أنا نشاركوه معكم بإذن الله الرحمن الرحيم. نقول لي عجبوا الفيديو يدير النجام، وشارك الفيديو مع الأصدقاء تاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الخطوة الأخيرة هي أنك تقوم بالغطاء نتاعو. الطعم من الأحسن هكذا، نديرو له كيس بلاستيكي، كيس بلاستيكي. أنا اليوم الأكياس بلاستيكية خلاصو لي، ما رانش عندي شفافين، ديرلو كيس بلاستيكي عادي ما يهمش، من الأحسن يكون شفاف. مي أنا اليوم درت هذا كيس بلاستيكي، هذا يحمي بدل الرطوبة نتاعو، بحكم احنا في منطقة جليدية. أيوا بالنسبة للجليد ويحكم له الرطوبة نتاعو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.